إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. قررت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وضع دفتر تحملات جديد يقيد مشاركة الأندية الوطنية في الدوري الاحترافي خلال الموسم الكروي الجديد. وقررت العصبة الاحترافية لكرة القدم بالاتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وضع دفتر تحملات جديد لأندية الدوري الأول، سيتم العمل به بداية من الموسم الرياضي 2023-2024. ووفقا لمراسلة للعصبة الاحترافية للأندية، يجد فريق الوداد الرياضي نفسه في موقف صعب بسبب أحد البنود التي يتضمنها دفتر التحملات الجديد، حيث أكدت العصبة في دفتر التحملات الجديد على ضرورة إجراء جميع الجمع العامة للأندية قبل انطلاق الدوري الاحترافي. ويجد سعيد النصير رئيس النادي الأحمر نفسه في ورطة بحكم أن الوداد لم يعقد جمعه العامة منذ عام 2018-2019، حيث تم تأجيل جميع الجمع العامة لموسمي 2019-2020 و2020-2021 بسبب وباء كورونا، وذلك بعدما كان الفريق قد حدد له 25 دجنبر 2021 قبل أن يتم إلغاء الموعد، ولم يقم النادي الأحمر بعقد جموعه العامة التي بلغت باحتساب هذا الموسم 4 جموع عامة بداية من موسم 2019-2020 إلى غاية الموسم الحالي 2022-2023. ويجد الوداد الرياضي نفسه ملزم بعقد جموعه العامة قبل المشاركة في منافسات الدوري الاحترافي القسم الأول، وذلك في أجل أقصى 10 أيام فقط من انطلاق منافسات الدوري الاحترافي. يشار إلى أن العصبة الاحترافية كانت قد أقرت في دفتر التحملات على ضرورة تحويل تسيير الأندية الوطنية لشركات رياضية، وذلك من أجل الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعاتها بالأندية بإشراف الشركات الرياضية على جميع المعاملات المالية والتسييرية للأندية بداية من الموسم المقبل. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.